اعزائي مشاهير ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، بنبسط حضراتكم من امام منزل ابو جبل الاحتفالات بالصعود للنهائي. بنتابع مع حضراتكم احتفال المصريين، اهالي الوسطى مركز الفتح، على كل مبروك لكل المصريين الصعود للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية. عايزين زغاريت احنا عايزين سبع 13000 واحد بيشوفوا زغاريت، ما صورتش الحريم بس ماشي زغاريت زغاريت تتكلم بنتابع مع حضراتكم احتفال بفوز المنتخب المصري والصعود للماتش النهائي والمباراة النهائية ان شاء الله باذن الله الفوز لمصر. Thank you.
محمد كان قال هادي طلع هنا أعزائي المشاهدين والمتابعين السابق في كل مكان، أنا لحضراتكم احتفال الجماهير المصرية بمركز الفتح تحديدا في قرية الوسطى بمحافظة سيوط بالصعود للمباراة النهائية. الفضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى لحارس المنتخب المصري محمد أبو جبل ابن محافظة سيوط مركز الفتح تحديدا قرية الوسطى. كنت معكم من هناك هيثم البدري مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة سيوط، وشكرا لطيب المتابعة.